لاباس معاكم. الخبز المائي جا غزال كيشهي بالصحه والراحه. نقدموه مع العسل والزبده، انا راني دهنته بالزبده، كيجي خاوي من الداخل صدقوني يستحق التجربه. وبالصحه والراحه. السلام عليكم، كيف نتوما؟ لاباس؟ بخير؟ كي داير مع الصحه؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وصحه جيده يا ربي امين، مسلمين اجمعين. اليوم نوجد معكم واحد كيقولوا له الماوي، الخبز المائي، كيجي رائع يستحق التجربه. عندنا ثلاثه الكيسان العنبه، هادو كيهزو قد الكاس ديال العنبه، ثلاثه الكيسان ديال الفينو، كاس ديال الدقيق الابيض فورس، ما يسمى عندنا هنا بالفورس، عندنا بيضه، عندنا معلقه صغيره ديال السنيده سكر حبيبات، عندنا معلقه ديال الخميره الفوريه، وعندنا جوج خمارات من وزن 16 غرام، وعندنا بيضه. قلنا بيضه ياك. المهم غادي نبداو، غادي نحيدو هادو من بعد، غادي نديرو داك السنيده، غنديرو داك الخميره الفوريه، وغادي نديرو داك الكاس ديال فورس. فورس الرطب ولا فورس الحرس؟ ما تنساوش الملحه. شحال القياس الملح؟ على القياس كل واحد شنو كيبغي يدير. كنديرو البيضه، غادي نخلطو هاد المقادير هنايا في الاناء، نخلطوها مزيان. كديري لا ما لا والو، كدير فوق. هاهو كنخلطوه هنايا، عاد كنديروه في هذا في الخلاط، كيتخلط مزيان، لان ملي كدير الطحين في ولا السميد ولا الفينو في الخلاط ما كيهداش مزيان دغيا، كيجي زوين. هي هذا كيجي بحال العجينه ديال البغرير، ولكن هذا كيجي تقل من العجينه ديال البغرير، كيجي زوين صراحه الله. كنخلطوه مزيان حتى كتخلط العجينه عندنا مزيان، من بعد غادي نوريكم القوام ديالها كيفاش كتكون، كتكون بحال العجينه ديال البغرير، غير هي كتكون هذه قاصحه على العجينه ديال البغرير بشويه. خصهم يشوفوا العجينه كي ولات من بعد ان شاء الله، ملي غادي نطربوها في الخلاط. مزال نديروها في الخلاط كامل؟ غنديروها في الخلاط ونحيدوها من الخلاط، نرجعوها للاناء ونزيدو عاد الخميره بيكين باودر جوج خمارات. غير هو ضروري خصنا نخلطوها في الاناء عاد نديروها في الخلاط، لان كتكون شويه هي ثقيله. دابا غادي نديروها في الخلاط، من بعد ما خلطنا العجين ديالنا في الخلاط الكهربائي مزيان، كنخليوه كيدور واحد تقريبا واحد 3 دقائق ضروري باش ديك العجينه كتطحن مزيان. كنرجعوها للاناء اللي غادي تحمر فيه، كنضيفو لهاداك الخمارات جوج، كندخل ديك الخميرة فيها غير بالفوي هكدا،
نخليوها تخمر واحد 20 ولا 25 دقيقة حتى نص ساعة د المكان. كنغطيوها في البلاستيك الغذائي وكنخليوها تخمر. كنغطيوها وكنخليوها تخمر. انا قلت لكم من 20 دقيقة حتى نص ساعة د المكان ونتلاقاو من بعد. العجين ديالنا على هذا الشكل. كنديروا مقلات تكون ما كتلصقش فوق النار حتى كتسخن. كندهنوها بشويه ديال الزيت النباتيه. كل واحد يدير ما ديروش غلا بزاف على القياس ديال المقله شويه. هو كيدير داك الثقب بحال البغرير ولكن ماشي 100% بحال البغرير. هذا كيجي رائع، كيجي مجعب من الداخل وخاوي، كيجي روعه. انا بالنسبه لي انا جاني احسن حتى من البغرير. دابا غنتسناو عليها طيب. غادي ندهنوها نرشوها شويه الزيت وغادي نقلبوها. هذا الفرق ما بينه وبين البغرير انه كيتحمر من الوجهين. وتبارك الله جاب حلو بحال البغرير. كنرشو شويه الزيت هكا زيت نباتيه. صافي نبقى ندورو هكا باش كيتحمر. إلا عجبو الفيديو ديرلي لايك، سبسكرايب، فعل زر الجرس، وشارك مع الأصدقاء ديالو. وشكرا لكم بزاف. كنبقاو ندورو بحال هكا باش ياخد اللون. كنحمرو من الوجهين. هداك تاع رخيص وزوين، نورمالمون ديرو في كاسكروت ولا في الفطورية اللي بغيتي. هذا من فصيلة البغرير وبانكيك و الملاوي. تبارك الله تيجي زوين. كيتحمر فهمتوني. هو الشكل كي كيجي في التالي كيجي تيجي زوين بزاف. غادي ندير لكم وحده اخرى هنايا. خص ضروري تكون عندكم الشيته هي كلشي. الشيته او معلقه. المهم كدهن كدير شويه د الزيت. لا غير كلهم يديروا يدهنوا الزيت غير باش كيجي كيساعدني كيجي محمر شويه وصافي. كيجي رائع من الداخل. كيجي هائل. انا بالنسبه ليا احسن من البغرير. كندهنو بالزبده والعسل اللي بغا يدهنو بالزبده يدهنو، اللي بغا ياكلو ناشف هكا كياكلو. العسل والزبده هو كيكون مع العسل والزبده كيجي هائل. ضروري اتاي بالنعناع.
دابا الشيب راه البرد دابا. انا زوين على الشيب. تقريبا في 3 دقائق كتوجد. دغيا كيوجد ما كيتعطلش بزاف. غير هو العجينه ديالو كتجي قاصحه على ديال المغرب شي شويه. هما راه شافوا الطريقه كيفاش. ملي كان هكا كنديروا شويه الزيت هكا من الفوق. واللي وحده تجي عند امي للدار تعلمها. مرحبا ماشي نعلمهم. يجيو ياكلوا عندي مرحبا سهله. كنخليوها تشد غير راسها شي شويه كنحبوها. كتجي زوين والله. كيجي رطب يستحق تجربه. وتحيه لعيالات الحاديات. كنتمنى تجربوه صدقوني كيجي هائل غادي يعجبكم وغتعاودوا ديروه غادي يولي معتمد عندكم كما ولا معتمد عندي. وتطيح رخيص ياك ممكن كنت تشوف ما فيش بزاف غير مكلف. يعني الانسان يبدل ماشي دائما يدير البغرير ماشي دائما يعني يبدل او البانكيك او هذاك شنو اسمه داك مشات لي سميته هو هذاك هذا هو وجهه هذا كنحطو على هذا الوجه هذا كنحطو على داك الوجه الاملس ماشي داك الوجه اللي هذا هو الخبز المائي اللي حضرت معكم. الخبز المائي جا غزال كيشهي بالصحة والراحة. نقدموه مع العسل والزبدة. انا راني دهنته بالزبدة كيجي خاوي من الداخل صدقوني يستحق التجربة وبالصحة والراحة.